صباح النور حبايبي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحة لاباس؟ كلشي بخير؟ كنتمنى ان شاء الله فيديو اليوم يلقاكم بصحة وسلام بإذن الله. صاب كي شفتوا معايا الجو كي داير، شوفوا الفيديو اللي قبل من هذا ما كانش حس الجو. صبحنا شكي صبحنا الحمد لله والشكر لله. دابا حنايا ان شاء الله انا بغيت نصاوب ليا الفطور. بغيت غانا نذكر هذا الفطور اللي كندير معاكم ان شاء الله، راه انا هو اللي كندير انا في السحور في رمضان ان شاء الله كنتسحروا به. تيكون فطور مغذي وعنده القيمه الغذائيه ديالته كبيره بزاف. كنفضلو انا على ان مثلا الخبز ولا شي حاجه اللي غادي تشبعني، ولكن من بعد غادي يجيني الجوع وما تيكونش عندك لينيرجي. من الاحسن اننا نديرو واحد الاكل اللي تيكون مغذي صحي، واخا تكون مثلا الكميه قليله ولكن القيمه الغذائيه كبيره. احسن ما تكون الكميه كبيره والقيمه الغذائيه قليله. هذا الراي ديالي الشخصي اللي كنفضل انني نشاركه معكم. سو هنا الفطور ديالنا اليوم ان شاء الله، ولا في السحور ديالنا ان شاء الله في رمضان، هنا غادي نستعمل ان شاء الله عندي شوفان. غادي بالنسبه للعبارات انا اللي غندير اليوم، لان الدراري كي شفتو معايا فطرو هما ومشاو خرجوا لمدرستهم، هنا انا غادي ندير كوب ديال الشوفان. لهاد الوصفه يمكن لكم انكم تدوبلوها ولا تريبليوها على حسب العائله. عندي بنانه، درت كوب ديال الشوفان، غندير معاه كوب ديال الحليب. انا غنستعمل حليب الشوفان، ممكن استعمل اي حليب بغيتو. هنا غادي ندير معلقه صغيره ديال السكر. انا عملت السكر بالنسبه على حسب السكري، ديروا ستيفيا تروفيا انيتين اللي عندكم ديال صحه السكر ولا سكر عادي. عندي هنايا معلقه صغيره ديال بيكن باودر. غنحتاج كذلك البيضه، غنحتاج البنانه اللي غادي نديرها بيوري. وهنايا عندي معلقه صغيره كما قلت لكم ديال السكر، عندي معلقه صغيره ديال القرفه، وعندي شويه الملح. كنستعمل بينك هيمالايان سولت. هذا هو البانكيك ديالنا اللي غنحتاجو له اليوم ان شاء الله. هنايا غادي ندوز غادي في اناء في نجمع البانكيك. غادي ندير هذاك الكوب ديال الشوفان، هنا غادي نعبر كوب ديال حليب الشوفان كذلك ولا اي حليب عندنا. انا تندير داكشي اللي موجود عندي هو اللي كندير. سو هنايا ندير كوب ان شاء الله، نشوف العبار ديالي واش هو هذاك. باقي ما وصلتش 1 كاب. دابا درت نفس العبار. غادي نزيدو على الشوفان ديالي، غادي نحركو على هذا الشكل، هذا نسجم مزيان مع هذاك الحليب. غادي نخليهم على جنب واحد 10 دقائق بحال هكاك، بينما هذيك البنانه نقيها ونرجع بيوري ان شاء الله، ونرجع معكم يكون الشوفان ديالنا ترتب في هذا الحليب. هذا هذيك البنانه نقيتها، دابا ان شاء الله نرجعها بيوري، وان شاء الله هو الخليط ديالنا كيتشرب هذاك الاوت، كيتشرب هذاك الحليب. بينما ان شاء الله توصل هذيك 10 دقائق، وغادي نجمع كل شيء هذا الشيء ونزيدو على الشوفان ديالي باذن الله. سو هنا بين ما هذا الشوفان ديالنا يتشرب هذاك الحليب، هنا وجدت المقله ديالي فين غادي نطيب. ان شاء الله انا غادي نطيب اليوم بزيت جوز الهند. اوكي، هذه البنانه ديالتنا اللي ورشعناها بيوري ان شاء الله. دابا غادي ندوز نزيدها بعد ما كملت 10 دقائق، نزيد على الخليط ديالي هي وباقي المكونات. نزيد هنايا البيضه، القرفه مع السكر والملح، وغادي نزيد ان شاء الله البيكنج باودر، وغادي نخلط كلشي ان شاء الله مزيان تتنسجم هاد العناصر مع بعضياتها. وفي نفس الوقت انا غادي نشعل على المقله ديالي باش تسخن، غندير نار متوسطه. هنا في نفس الوقت جهزت القهوه ديالي باش ما نجي نصلي فين سالي البانكيك حتى القهوه هي تكون موجوده، لان اليوم درتها في هاد الكوكو ديال القهوه. ملي كنديرها في الماكينه راه تنخليها هي اخر حاجه لان دغيا. هنا ان شاء الله دابا هاد زيت جوز الهند عفوا غادي نديرها على المقله ديالتي كلها، ونبدا ان شاء الله نحط في البانكيك ديالي. كل ما درناهم صغار يكون احسن، لان كي تتعرفوا ما استعملناش الدقيق في هاد البانكيك، دونك يكون صغار باش يكونوا ساهلين علينا اننا نستعملو نخدمو بهم.
انا اعزائي كتشوفوا معايا البانكيك ديالنا مع ما فيهش الدقيق وداك الشيء اللي غادي يجمعوه. سو انا كنطيب وهنا كنقاد فيه على حسب الشيب ديالي، وكما ذكرت كل ما كانت نديرو غير مثلا بمعلقه كبيره ولا شي حاجه بحال هكا يكون احسن، لان بغيت نديرو انا صحي، ما بغيتش نعمرو بالدقيق بزاف. سو ما درتش فيه كاع الدقيق نهائيا، دونك داكشي علاش على هذا الشكل هذا نبقى وتنصوب فيه على هذه الطريقه هذه ان شاء الله منين نحس بيه بانه طاب من التحت ونقلبهم باذن الله. هنا كي تشوفوا معايا اخر وحده هنا كنطيب فيها هي هذه، نفس الوقت القهوه ديالتي ها هي وجبات. دونك ان شاء الله دابا ندوز ونوجد الفطور ديالي لان خصني نفطر نلبس دغيا ونمشي للخدمه ان شاء الله. انا حبيبي كي تشوفوا معايا اخر وحده ها هي طابت، دابا ان شاء الله غندوز نحطها كي دابا هذا لانه بانكيك صحي ما فيهش الدقيق هذاك الشيء. سو ممكن لي ناكل اربعه ناكل ثلاثه اللي بغيت، الا كان بانكيك ديال الدقيق ما ناخذ حتى ربع وحده لان مع الفورس كيطلع لي السكر دغيا. سو هنايا ان شاء الله بالنسبه للبانكيك ديالي عندي هنايا فواكه، عندي هذا البلو بيري توت البري الازرق اي ثينك، وغادي ندير سيغو دي غابل، ممكن ديروا العسل اي حاجه بغيتو. هكا حبايبي كي تشوفوا معايا الفطور ديالنا صباح جاهز، البانكيك ديالنا كي تشوفوا تيجي ما شاء الله راه رطب وزوين وغزال. كي شفتوا معايا هانت انا خدانا دابا اليوم اربعه، علاش؟ لانه ما غاديش يطلع ليا السكر وصحي. هنا بالنسبه للقهوه ديالتي درتها في هذا الماك هذا لان مشى عليا الحال سخونه، مشى عليا الحال خصني ناكل دغيا نفطر ونمشي ان شاء الله للخدمه. غادي ندير انا شويه ديال سيغو دي غابل هنايا عندي في البانكيك ديالي، ممكن انكم ديروا العسل. هنا بالنسبه للفيتامين ديال اليوم ان شاء الله غادي نستعمل هاد سوبر فروت فيتامينز، عندي جوج في النهار. هنا بغيت نشارك معكم هاد الماركه هادي، الناس اللي كاينين هنا هي شويه دايره الثمن، مي هي فيجيتاريان يعني بلانت بيز وغلوتين فري، فيها المواد باش مصوبه لي فيتامين، مواد زوينه وصحيه وما كاينش حاجه زعما اللي كضر بهذا بالصحه، واللي مهم ما كاع ما فيهاش جيلاتين. سو ان شاء الله نتوكل على الله دابا نفطر باذن الله، نلبس حوايجي غادي نمشي ان شاء الله للخدمه ونتلاقى معكم ان شاء الله منين نخرج من الخدمه. نديكم معايا اليوم عندي النهار ديال التقضيه، سو غنتقداو مع بعضياتنا ان شاء الله ونرجعوا للدار. منين نرجعوا غنشوف على حسب الوقت، الا باقي عندي الوقت راه غنشارك معكم العشاء ديالنا. باقي في الحقيقه كنفكر واش نجيب معايا الاكل من على برا ولا حتى نجيو نصاوب الاكل، المهم على حسب المغال ديالي واش عييت هانتوما معايا. داك الشيء اللي درت ان شاء الله، كنتمنى ان شاء الله الوصفه اليوم ديال البانكيك تعجبكم، وديما نديروا في بالكم الاكل الصحي راه ماشي هو الاكل العادي، الاكل العادي راه تيكون بنين وتيكون حلو، الاكل الصحي راه صحي ولكن ما فيهش داك الشيء الاخر. سو يلا هانتوما معايا ان شاء الله، نتلاقاو ان شاء الله منين نخرج من الخدمه.
هنا عجنت واحد الخبيزات باش ندير بهم برجر ان شاء الله للدراري، السمك سلمون ديالهم كيتلفوا معايا دابا ان شاء الله، هو خمر غادي نديرو ان شاء الله دابا باش يطيبوا باذن الله. هنا عندي شويه ديال الخضره اللي كنت مقطعاها وهذا وديرها في الكونجيلاتور، دابا جات الوقيته ديالها باش نديرها ان شاء الله. عندي هنايا ملح، فلفل اسود، عندي هنايا بصل هذا وثوم باودر بودره، وغندير كذلك ان شاء الله هنايا عندي كوري، هو باش غادي ننسم هاد الخضره ديالي ان شاء الله. وهنا درت شويه ديال الافوكادو اويل كتشوفوا معايا، ممكن نستعمل اي زيت بغينا. صافي دابا ان شاء الله غنحرك هذا الشيء مزيان حتى يتشرب هذيك التوابل كلها وندخلهم ان شاء الله الفران 400 فرنهايت 180 سلسيس لمده 20 دقيقه. هنا صبت الدراري انا عجنت الخبز وصبت لهم سمك السلمون على شكل برجر مع هذا مع الفرنش فرايز وداك الشيء مع لي فخيت. وبالنسبه لي انا بيان سور ما غاديش ناخذ الخبز، ما غاديش ناخذ لي فخيت، دونك غادي ندير السلمون ديالي مع هاد الخضيره هادي. غادي نكثر منها بزاف، كي تنعرفوا الخضره راه ما كتغلط ما كطلع سكر ما والو، دونك ان شاء الله هانتوما معايا تنوريكم الطبق ديالي كي غنصاوبو باذن الله. انا اعزائي كي ذكرت معكم مسبقا على ود الاكل الصحي وبالنسبه للسكري اللي عندي هنا ولادي، هل الاكل اللي صوبت لهم اليوم درت لهم عشان خبز تاع سميده مع سمك سلمون برجر، درتو لهم على شكل برجر مع هادو لي فخيت الفرنش فرايز، درت فيهم ملح والبزار وشويه ديال الزعتر وشي شويه ديال البابريكا ودخلتهم حتى هما للفرن ما قليتهمش. بالنسبه ليا انايا هذا الاكل ديالي هو هذا. هنا كي تشوفوا معايا الخليط ديال الخضر اللي كان عندي درتو بالنسمه ديال الكيوري ودخلته للفرن حتى طابو، ودرت معاهم سمك، سواء عندي البروتين وعندي الفايبر، ما درتش الكارب نهائيا لا خبز لا روس لا لي بات لا حتى شي حاجه، هكا باش غادي نحافظ ان شاء الله على السكري ديالنا يكون. الاكل الصحي راه ساهل، الخضره كاينين في كل بيت وماشي اوبليجي يكون مثلا البراكلي مع الشيفلور، يكون اي خضار تكون عندنا في هذا في الدار، غير بالنسبه لصحاب السكري كنتجنبو لان بحال البطاطا وداكشي كطلع السكر ما ناكلوهاش ما نكثروش منها. وهانتوما كي تشوفوا معايا كنتمنى ان شاء الله الفكره اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم باذن الله.